أوضاع الأقليات بينهم المسيحيون ودور إقليم كردستان في تأمين الحماية لهم كان محور الحلقة النقاشية التي نظمتها الجامعة الكاثوليكية الأمريكية في واشنطن. المتحدثون أكدوا أن الأديان السماوية تشترك بمبدأ حرية الإيمان والعبادة. معتنقو الديانات الثلاث الكبيرة في العالم يؤمنون بمبدأ حرية الاعتقاد والعبادة للخالق، لأن الدين مهم لبني البشرية، وهم يؤمنون كذلك بضرورة تأمين الحماية لهم من قبل حكوماتهم كونه جزءا من واجباتها تجاه شعوبها. تاريخ العراق القديم والحديث شهد ممارسات مستمرة من الاضطهاد ضد الأقليات، والعراقيون بحاجة اليوم إلى تجاوز هذا التاريخ وهذه الفترات المظلمة والابتعاد عن الاحتراب عند الاختلاف بشأن قضية ما، وعليهم التطلع إلى المستقبل وبناء أسس جديدة للتعايش بين الأطياف المتنوعة في العراق. الحرية الدينية دوليا عنصر هام لكرامة الإنسان ولضمان ازدهار المجتمعات وتطورها. وعبر ناشطون مدنيون عراقيون عن قلقهم من احتمالية نشوب قتال بين بغداد وأربيل، لأن الأقليات بينهم المسيحيون سيكونون أول المتضررين في هذا الاقتتال لكونهم لا يملكون الأدوات اللازمة لتأمين الحماية لأنفسهم. ما يسف له التلويح بالعمليات العسكرية عندما يختلفون القادة السياسيين في العراق، هذا شيء يجب أن ترفض من العقلية العراقية، أن يستعمل السلاح ضد فئة. طبعا إذا اندلعت العمليات العسكرية أول الخاسرين هم أبناء الأقليات في شيء أكيد. علي شكور، الحرة، واشنطن.